يوم الختام وتابعت ويانا شوط السيف وشوط المليون وذهب مع الطائف لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان بقيادة المضمر علي الحاج السوداني. وتابعنا أيضا شوط السيف وذهب السيف مع الشاهينية للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري. وتابعنا شوط الخنجر وذهب مع صوغان مع المالك والمضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. وهو شوط الشداد ينطلق أيضا للزمول شوط الشداد. أيضا بنتابع وياكم شوط قوي شوط منافس أيضا شوط رمز شوط الشداد. نتابع الآن مقدمة هذا الشوط. أرذيب في المركز الأول في هذه اللحظات للسيد عبد الله بن يمعة برحمه الدرمكي. ننتقل إلى المركز الثاني وقاد في المركز الثاني للسيد محمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز الثالث مشاكس للسيد حمدان بن سالم بن حمد بن هيان العامري. وفي المركز الرابع هنا على كيفك للسيد عبد الله بن محمد بن سيف بن عفرة المطيوعي. وفي المركز الخامس ناخذ اللي في المركز الخامس غازي لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين اللي في المركز الخامس. هذا أول ندى للمراكز الخمس الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط. وبنتابع وقاد بدأ يتسلل في هذه اللحظات إلى مقدمة هذا الشوط. بدأ يتوقد لكن من الجانب الثاني الذيب في هذا الصباح وفي هذا الختام المرموم 2011. يا سلام الذيب للسيد عبد الله بن يمعة برحمه الدرمكي. لا زال في مقدمة هذا الشوط وقاد في المركز الثاني للسيد محمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز الثالث مشاكس في المركز الثالث للسيد حمدان بن سالم بن حمد بن هيان العامري. وفي المركز الرابع على كيفك والركض على كيفك مع للسيد عبد الله بن محمد بن سيف بن عفرة المطيوعي. وفي المركز الخامس غازي في المركز الخامس لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين خامسا هو غازي. يا سلام ضيف أيضا غادم من المملكة العربية السعودية للمشاركة هنا على أرضية ميدان المرموم. نرجع إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الذيب. الذيب لا زال ذيب ولا زال مسيطر منذ البداية وحتى هذه اللحظات ويطمح على حصول الشداد ويذهب بالشداد إلى مدينة العين مدينة الخضرة والجمال. يا سلام يا الذيب وهو ذيب لا زال في مقدمة هذا الشوط. وهو الذيب تشاهدونه على شاشة التلفزيون. الذيب للسيد عبد الله بن يمعة برحمه الدرمكي. وفي المركز الثاني وقاد دائما يوجد المراكز المتقدمة. المركز الأول وقاد للسيد محمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز الثالث مشاكس في الميدان في المركز الثالث للسيد حمدان بن سالم بن حمد بن هيان العامري. وفي المركز الرابع على كيفك والمرموم السنة على كيفك. أروع تنظيم ما يتصوره الخيال. ها هو على كيفك للسيد عبد الله بن محمد بن سيف بن عفرة المطيوعي. وفي المركز الخامس غازي وغازي ولا زال في المركز الخامس لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين اللي في المركز الخامس. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات. ونرجع إلى الذيب. يا سلام يا الذيب بدأ يباعد
بدأ يباعد بمقدمة هذا الشوط وبدأ يبتعد. يا هل ترى هل بيسيطر على مقدمة هذا الشوط حتى خط النهاية؟ على العموم هو الأقرب للفوز والناموس وأحسن أداء يقدمه في هذا اليوم وعلى أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج الناقل الحصري لهذا السباق. وها هو الذيب، الذيب لا زال ذيب، الذيب للسيد عبد الله بن يمعة برحمة الدرمكي لا زال مسيطر سيطرة كاملة وسيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط، وهو يرقص على أرضية الميدان وعلى مدرج رقم واحد المركز الثاني وقاد للسيد محمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي المركز الثالث. على كيفك، على كيفك للسيد عبد الله بن محمد بن سيف بن عفرة المطيوعي. وفي المركز الرابع مشاكس، مشاكس في المركز الرابع. يا هل ترى هل بيشاكس عند الكيلو الأخير، كيلو الامتحان في تكرم الزمولة وتهان للسيد حمدان بن سالم بن حمد بن هيان العامري مالك الخليج الذي انتزع أيضا شوط رئيسي في يوم الثلاثاء. نرجع وإياكم إلى المركز الخامس وبنشوف اللي في المركز الخامس. غازي في المركز الخامس في هذه اللحظات لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين اللي في المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى الذيب، خلك ذيب يا الذيب. أبو علوه يتابع على شاشة التلفزيون عبر قناة دبي ريسنج. يا سلام، والذيب لا زال ذيب، ومثل ما قال الشاعر نبغي نشارك العيالة وين ما في ركضة مخلة عندهم تطرب الميالة ليتير الركض والتلة كالظبي من صوت ميفالة من كثيف وجمعة الملة. يا سلام يا الذيب، الذيب لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط. الذيب للسيد عبد الله بن يمعة برحمة الدرمكي وفي المركز الثاني. على كيفك، على كيفك، ويتسلل من مركز إلى مركز على كيفه. بدأ الآن يغير وينتقل إلى المركز الثاني وهو على كيفه. يبى الشداد، يبى الناموس، يبى الذيب ينافسه على الشدان وعلى مقدمة هذا الشوط. يبى يهدي الفوز والناموس والشداد إلى أهالي المرموم. ها هو على كيفك للسيد عبد الله بن محمد بن سيف بن عفرة المطيوعي وقاد في المركز الثالث في هذه اللحظات، للسيد محمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي وفي المركز الرابع. مشاكس في المركز الرابع للسيد حمدان بن سالم بن حمد بن هيان العامري. وفي المركز الخامس غازي في المركز الخامس لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين اللي في المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه النتيجة، والذيب لا زال ذيب حتى هذه اللحظات. وعلى كيفك بدأ يقترب، على كيفه، على كيفه بدأ يقترب من الذيب بدون أي أوامر تذكر من المالك والمدرب والذي يقوم بالعناية، العناية التامة السيد عبد الله بن محمد بن سيف بن عفرة المطيوعي. يا سلام، يا سلام على كيفه، وهو على كيفه وأداءه أيضا على كيفه. وايضا هو ينحدر من سلالة مياس، ومثل ما قال ابو حمد ما دام عندي ولد مياس يهبني من مطلع كوس. يا سلام، يا سلام، يا سلام على كيفك، على كيفك بدأ يتسلل، لكن الذيب، الذيب لا زال ذيب وعلى كيفك يتسلل، يتسلل، بدأ يتسلل ويغير ويندفع بفارق راس إلى مقدمة هذا الشوط. على كيفك للسيد عبد الله بن محمد بن سيف بن عفرة المطيوعي ذيب في المركز الثاني، للسيد عبد الله بن يمعة برحمة الدرمكي وفي المركز الثالث وقاد، وقاد للسيد محمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي وفي المركز الرابع. المركز الرابع مشاكس يغير وينتقل إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. مشاكس للسيد حمدان بن سالم بن حمد بن هيان العامري وفي المركز الرابع. غازي، غازي بدأ يقزي المراكز المتقدمة. غازي لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين المركز الخامس، وقاد للسيد محمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. هذه
النتيجة 1800 متر الأخيرة يفصل عن الذيب وعلى كيفك عن خط النهاية وبقية الزمول. والذيب لا زال ذيب، لا زال ذيب، ولا صدرت عليه هي أوامر ولا شبه أوامر تذكر. ركض تلغائي حتى هذه اللحظات وهو في مقدمة هذا الشوط. ها هو الذيب تشاهدونه على شاشة التلفزيون للسيد عبد الله بن يمعة برحمه. الدرمكي لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني على كيفك للسيد عبد الله بن محمد بن سالم بن عفرة المطيوعي، للسيد عبد الله بن محمد بن سيف بن عفرة المطيوعي ومشاكس وصل صاحب المشاكس على مقدمتي هذا الشوط، وخاصة في الأمتار الأخيرة وفي الكيلو الأخير مشاكس يغير وينتقل إلى المركز الثاني للسيد حمدان بن سالم بن حمد بن هيان العامري. وركز ركز يا أبو حمدان، ركز، شوط شداد، شوط منافسة، شوط قوي، وغازي أيضا قادم بقوة. غازي يغير وينتقل إلى المركز الثالث لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين، يغير وقاد قادم أيضا، وقاد للسيد محمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز الخامس على كيفك للسيد عبد الله بن محمد بن سيف بن عفرة المطيوعي. ونرجع إلى مشاكس، مشاكس يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط للسيد حمدان بن سالم بن حمد بن هيان العامري. يا سلام يا سلام على أداء مشاكس، وها هي دائما مشاكس يشاكس عند الكيلو الأخير صاحب أيضا سيارة في المونديال. يا سلام، كلا كلا ثم كلا ثم كلا، أن مشاكس أن يتنازل عن المركز الأول. ها هو مشاكس تشاهدونه على شاشة التلفزيون، وبنقول سلام سلام عليكم يا أهل الهير، واسعد الله صباحكم، وسلام خاص للسيد حمد بن هيان العامري. وها هو مشاكس يقترب، يقترب من المنصة الرئيسية، يقترب من خط النهاية، يقترب من الشداد، يقترب من الفوز، يقترب من الناموس، يقترب من الزعفران. أيضا هناك سمير أيضا بدوره يقدم ويكرم الثلاث الأوائل بمادة الزعفران. وها هو مشاكس يقترب من خط النهاية، يقترب من الشداد، يقترب من الناموس، يقترب من الفوز. سلام سلام عليكم يا أهل الهيار، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان المرموم. تهانينا للسيد حمدان بن سالم بن حمد بن هيان العامري. المركز الثاني وقاد للسيد محمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. المركز الثالث غازي لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين. المركز الرابع الذيب للسيد عبد الله بن يمعة برحمة الدرمكي. وفي المركز الخامس محارب للسيد غانم بن منصور بن سيف الخيارين. هذه النتيجة للمراكز الخمس الأوائل، والتوقيت الزمني ساعة وصول مشاكس إلى خط النهاية، وهو منتزع الشداد، منتزع الفوز، منتزع الناموس، قاطع مسافة 8 كيلومتر في زمن وغدر 13 دقيقة 23 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حمدان بن سالم بن حمد بن دري بن نهيان العامري، تهانينا على فوز مشاكس بالمركز الأول. المركز